بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم. زمان واحنا في ثانويه عامه وفي الدراسه كان بيقف راجل طيب تحت البيت كده بيبيع فطير، الفطير ده بالسكر وباللبن، كنت بحبه قوي، كان نفسي اتعلمه بصراحه. لغايه ما دخلت المجال يعني كنت بحب الاكل قوي واحب اتعلمه، وهي مهنه والدي رحمه الله عليه. المهم ان انا لقيت طريقه، ولا سمنه ولا زبده ولا تحتاجه حاجه، وازاي بيتعمل، والنص كيلو يطلع لي 8 فطرات، وايه محتاج ادي ربع كوبايه زيت ومعلقه دقيق تاني. طيب الكلام ده بيتعمل ازاي؟ تعال نشوف. عندي نص كيلو دقيق، معلقه ربع، نص معلقه صغيره من الملح، نص كوبايه ميه، 2 بيض، ونبدا نعجن العجين دوت كده. ولو العجينة احتاجت مني شوية مية اقدر اديها شوية مية. هنا عندي ربع كوباية زيت، وادي معلقة كبيرة من الدقيق، سخنت الزيت المقدح ونزلت على الدقيق وقلبته عشان هستخدمه في تفريق العجين. العجينة بتاعت اللي انا عجنتها قسمتها على 8، سبتها لازم ترتاح شوية. باخد القطعة ادهن الرخامة الزيت وادهنها وابتدي افردها رقيق، واخد جزء بسيط قوي 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 من الخليط اللي انا عملته اللي هو الدقيق والزيت دوت، وابتدي اخد حاجه بسيطه ما فيش اقل من معلقه اهو، وابتدي ان انا افرده بالفرش. يعني تقدر تقولوا ايه مثلا دي الزبده او ديت السمنه، وده اللي هيديني التفرقه او التفريق بتاع ورقات العجين. هنا كده انا وصلت تمام، ونبدا نعمل زي جماعه الجمال بتوع المنوفيه عندنا، ونبدا هي المنوفيه الشرقيه تقريبا اساتذه في الفطير اللي هو بيبقى بالزيت. خلصت القصه بتاعتنا. الكلام ده المفروض ان انا اكرره مع كله ونسيبه يرتاح شويه، ضروري اي عجينه اسيبه يرتاح شويه لما يبقى بالشكل ده. انا هنا فردت على طول ورقيق جدا بالمردنه، ممكن افرد بايدي بس انا محتاج ان انا افرد بالمردنه، وما تخافوش الجزء اللي انتوا شايفينه رقيق قوي ده هينفش وينفق معانا ويبقى مورق جدا. بنبدا ناخد حاجه حاجه، طبعا مش معقول هقف اعمل لكم الثمانيه، لكن الـ 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 الكيلو دي بيعمل 16، ولازم يكون دي جميع استخدامات عشان يفرد معايا بسهوله. ادي كده على النار، وممكن ادهن كل شويه معلقه زيت او حاجه زي كده. نفخ معايا تمام التمام. هناخد التانيه نفس القصه، ابتدى ياخد شكل اهو، ابتدى ينفق معايا الشكل المميز دوت. كل ده بيورق، بس انا كمان عشان والدتي بتحبه بصراحه قبل ما اقدمه لها حطيت عليه معلقه سمنه بلدي كده يعني بينه وبين الطبقات. وادي التالتة اهيت عندي، تعالوا بقى نبص عليه بصة كده، شايفين عامل ازاي؟ الشكل عامل ازاي؟ مولع في ايدي، يا سلام على شوية سكر بودرة وشوية لبن بقى، شايفين المنظر عامل ازاي؟ مميز جدا ان شاء الله. بألف هنا ليكوا يا رب، بشكركم جدا، لايك وشير يوصل لأكبر عدد من السادة الجمال اللي بيتابعوني، بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله.